فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد معاذا رضي الله عنه لما أرشده إليه من أمر الإسلام، وأن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وأن ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، ثم قال في آخر كلامه: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فأمسك صلى الله عليه وسلم بطرف لسانه، لسان نفسه، وقال: أمسك عليك هذا. قال: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا سنتنا. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث إن الرجل في الحديث الصحيح يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ من سخط الله ما بلغت، يكتب الله له بها الشقاء إلى يوم يلقاه. وفي المقابل ما يظن أن تبلغ من رضا الله ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. إن الإنسان ولا سيما الشباب ولا سيما من يعشقون سرعة المبادرة في القول وبادرة المفاكهة في المزاح، ينبغي من كل أهل مجلس أن يعتنوا بذكر الله إذا جلسوا وبالاستغفار إذا انفض مجلسهم. وقد أخبر سيد البشر أن الاستغفار الذي تختم به المجالس إن كانت مجالس خير كان كالطابع عليها والختم يحفظها من الضياع، وإن كانت مجالس تخليط كان الاستغفار كفارة لها.